انا الحلقه دي كده كنت عايز اصورها وانا قاعد لان هي مختلفه عن باقي الحلقات. عايزه روقان كده ومزاج عالي عشان هتكلم في حاجات كتير حصلت، كميه احداث في حلقه واحده، يعني كل ده كان فين من اول الموسم. بس انا من اول حلقه في المسلسل كنت بقول لكم سارون ده ذكي وماهر جدا وتعلم الخبث والخداع من سيده مورغوث، وفي الاخر انا اللي اتخدعت. ما انكرش الصراحه ان في ناس قليله كانوا متوقعين اللي حصل في الحلقه، بس انا كنت اقول لهم ما توقعهاش قوي، لا ممكن تحصل حاجه تانية. بس لما ربطت كده الاحداث ببعض فالموضوع فعلا منطقي. اهلا بيكم في مراجعه الحلقه الثامنه والاخيره من مسلسل Rings of Power، المسلسل المثير للجدل. في كلام مهم هنتكلم عليه في الموسم الاول النهارده. اتاكد ان انت تشوف الفيديو لحد الاخر، ولو دي اول مره تشوفني فممكن تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه ده كده، يعني لو حابب ان انت تشوفني تاني. ممكن تعمل لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو ده 500 لايك، ممكن نوصله 1000 لايك، يا سلام. يعني بما ان دي اخر حلقه فممكن توصلوني 1000 لايك ولا حاجه. فمن غير كلام كتير بقى نخش على المراجعه. في الحلقه دي الاسرار اتكشفت وكل حاجه بانت. هي ايوه متاخره شويه ولكن احنا عرفنا الحقيقه. الحبكه في المجمل اشوفها منطقيه، وكمان شويه هقول لكم السبب. بتبدا الحلقه باكتر جزء محير جدا في المسلسل وافقده جزء كبير من الحماس في اول الحلقات، لان ما كانش فيه اي شيء عن الرجل الغريب ده. هل هو سارون؟ هل هو ساحر؟ هل هو جاندلف؟ وناس تانية طبعا اتوقعوا ان هو ممكن يكون راداكاست ذا براون. جاندلف وسارومان وراداكاست هما ثلاثه من الخمسه الاستاري، او ممكن نقول عليهم الميار. هما سحرة بقوه ملائكيه اتخلقوا ونزلوا الارض عشان يحموها من الشر والمخلوقات الظلاميه، بس قوتهم كده اقل شويه من الملائكه الحقيقيين اللي نقدر نسميهم الفالار. انصاف الهه هما اساس، هما اللي اتخلقوا واتوجدوا عشان يصنعوا الكون اللي احنا بنشوفه دلوقتي بامر من الاله بتاعهم المعروف بإلوفاتار. اتكلمت عليهم كتير قبل كده، هبحط لكم لينكات الفيديوهات تحت في ديسكريبشن الفيديو. بنشوف الراجل الغريب ده اللي لسه مش عارفين هل هو جاندلف هل هو سارون، بيتجول في الغابه لحد ما بنلاقيه بيمشي ورا التفاحه اللي وقعت منه. بياخدها شخص مجهول بيمشي وراه لحد ما بنشوفها نوري من الهارفودز اللي كانت معاه طول الفتره اللي فاتت دي، بس فجاه بتتحول لقوى الظلام. الثلاث اشخاص اللي احنا شفناهم ظهروا قبل كده، وكان طول الاحداث اللي فاتت دي مستغربين هما كانوا عايزين ايه من الراجل الغريب ده، لحد ما المفاجاه والصدمه في نفس الوقت اللي كانت اول ما فتحت كده الحلقه اتفرج عليها شفت ده في وشي اما سمعتهم بيقولوا جئنا لنخدمك يا سيد الظلام سارون. المسلسل كده تحسه كان عارف ان في اثاره جدل هتحصل بين الناس، مين الشخص ده؟ انا بصراحه من اول المسلسل كان دايما توقعي ان الشخص ده مستحيل يكون سارون، لان ده هيفقد متعه كتير للمسلسل، اللي هو مثلا جلادريال عماله تدور على سيد الظلام وسارون، وسارون بقى شغال مع الهارفودز عمال يساعدهم، اللي هو كانت هتبقى خيبه امل كبيره جدا. حتى انا اصلا استغربت، قلت هل فعلا المسلسل ممكن يعمل حاجه زي كده؟ كنت مصدوم الصراحه لما الثلاث اشخاص ده قالوا له سارون. الثلاثه اللي فيهم واحد شبه امينيم، بالمناسبه دول تقريبا ما لهمش وجود بنفس الشكل والطريقه دي في الروايه، يعني على حسب معلوماتي كده فزيهم زي ادار، دول شخصيات جديده لاول مره نشوفها، وزي هالبراند برضه اللي هنتكلم عليه كتير النهارده. هو ايه اللي بيحصل ده؟ كل ده عشان بصور؟ اللابتوب هيفصل والمايك مش انا مش عارف فيه. لو حد عنده معلومه زياده اقراها في الكتب ممكن يضيفها، ممكن يقولها لي تحت في الكومنتات، لان ممكن الواحد ما يكونش مدرك بكل تفاصيل عالم تولك، لان حقيقي العالم صعب والناس اللي قروا الكتب عارفين الكلام ده. بنشوف قوى الظلام دي بتقول للراجل الغريب ده ان هم اتوا عشان يحرروه ويعرفوه حقيقته وقيمته الحقيقيه. صح كده يا جماعه؟ انا عارف ان انتوا بتشوفوا ناس كتير بتتكلم عن المسلسل غيري وبيراجعوا المسلسل، وفي اجانب كتير او تقريبا كلهم بيتكلموا عليه، ونسبه كبيره منهم مش بس بينتقدوا حاجات مش عاجباهم في المسلسل، هم بيحاولوا يصنعوا ضحك من المسلسل نفسه. اي حاجه بتحصل في المسلسل بيحولوها لنكته، وللاسف ناس كتير مفكرين ان هم عشان اجانب وخلاص فكده خلاص انا لازم اخضع لرايهم واعترف. ما انكرش ان في حاجات في المسلسل تستدعي الضحك، ولكن مش اي حاجه تحصل تتحول كده الماده خام للضحك والمسلسل بقى كارثه، لان في ناس بتزودها وبتخلي الناس تاخد انطباع ان المسلسل ما يتشافش واسوأ ما يكون. ده مش حقيقي، لان انت كمشاهد اعرف ان هم لما بيلاقوا الضحك بيجيب مشاهدات وكده فبيعملوا اكتر. ده شيء بسيط يعني في كل صناع المحتوى. انت كده كده يعني لو هتسيبني بقى وتشوف حد تاني فشوف حد على الاقل بيراجع المسلسل وهو مدرك عارف العالم ده بيتكلم على ايه، مش بس عايز يراجع المسلسل عشان هو دلوقتي منتشر، اللي هو عايز يميك فان اوف ذا شو خلاص، يمشي مع الموجه، قالوا حلو يقول حلو، قالوا وحش يقول وحش. نرجع للاحداث وبنشوف إلروند وكليبرينبور بيتكلموا عن حجر الميثريل، الحجر الوحيد اللي إلروند خده من صديقه دورين من مملكه الاقزام، ولكن في مشكله ان حجم حجر الميثريل ده صغير جدا، صعب ان هم يصنعوا بيه شيء كبير. وبتجيلهم فكره ان هم ممكن يستخدموه بطريقه مختلفه هتخليهم يقدروا يصنعوا اللي هم عايزينه، زي الشمس كده بدات من نور صغير وتحولت، فنفس الفكره بقى مع الميثريل. هنا قرر كليبرينبور ان هو هيحاول، بس إلروند خلاص فقد الامل، لحد ما بنشوف عوده جلادريال والمعلم هالبراند اللي هنديله تعظيم سلام عشان اللي عمله صراحه، فهو خبيث ابن
هالبرند مصاب وبيعالجوه، وبيبدأ الكلام بين إيلروند وجلادريال والنقاش العاطفي اللي نوعا ما اخيرا بدأت اشوف جانب عاطفي شوية لجلادريال. بس حرفيا ايه الجمدان اللي في تعبيرات وشها ده؟ انا مش فاهم. مش قصدي جمدان اللي هو يعني تعبيراتها حلوة، لا، هي تعبيراتها نفسها فيها جمدان مش مرنة ابدا، عكس كل الممثلين اللي في المسلسل. يعني اقدر اقول لك مثلا الاداء بتاع الممثل ده كويس، الاداء ده لا، بس باجي عند جلادريال كده وبعمل ايرور اللي هو مش عارف اقول حاجة. بدأت اقتنع ان هم قاصدين ان هم يطلعوها كده، لان حقيقة لو المخرج مش شايف ان في حاجة غلط فهيبقى هو قاصد، هو اكيد مش للدرجة يعني هيبقى شايف ان هي كده ممثلة يعني قادرة تعمل تعبيرات وش كتير. الموضوع ده ارهقني من كتر التفكير فيه بصراحة، بس انا هتخطاه لان في احداث كتير حصلت في الحلقة فهي اهم من جلادريال نفسها. وبنشوف اول ظهور مريب كده لهالبراند في ارض الجان في مقر كليبرنبور، وهنا كانت اول فكرة جت في دماغي، ايعقل يكون هو اللي في دماغي؟ هالبراند عرفنا ان هو حداد ماهر، وحتى لما راح نومير كنا شايفين فعلا مهارته. بيقول لك ليبرنبور ان هو يعرفه، كمان يقدر يساعده لو احتاج انه يصنع اي شيء، وهنا دي كانت اول خطوه في خطه هالبراند، الخطه الثعبانيه انه يصنع قوى لا مثيل لها بين الجان والاقزام والبشر وبين بقى كل المخلوقات اللي عايشه في الارض. قوه اللي بيمتلكها بيسيطر عليها على الارض الوسطى باكملها. هالبراند بيشوف الجواهر المعروفه بجواهر فالينور، المكان المقدس، واحد من اجمل الاماكن في تاريخ عالم سيد الخواتم. فالينور اتشهرت بالجواهر العظيمه اللي كانت بتتصنع فيها، وكليبرنبور حاول ان هو يعمل تصور للجواهر دي، وده اللي قدر يعمله في الارض. كليبرنبور عنده مشكله انه مش عارف يكبر الجواهر اللي معاه او يحولهم ويصنع بيهم شيء اقوى، ولكن هالبراند كده فجاه بيقول له معلومه مهمه كليبرنبور نفسه ما يعرفهاش، وهي ان هالبراند لما اتولد او نشا كانت المعادن الثمينه بيتم دمجها مع بعض، وده بيعالج عيوبها وبيزود من قوتها. وهنا بقى انا اكتشفت ان في حاجه غلط في هالبراند، وبقيت مقتنع ان ده مش هالبراند اللي احنا شفناه من اول حلقه، الشخصيه الهاديه المسالم اللي مش عايز يوصل لاي حاجه، عايز بس يعيش في سلام. ولكن هو كل ده كان بيسعى لخطته وخداع جلادريال. بنشوف في نومنور الملك الحقيقي خلاص بيودع حياته، وبيتم تجهيز له حجر الخلود اللي هيجعله ينهي حياته في سلام. واول ما ده يحصل هتنتشر الرايات السوداء في نومنور، وبيقرر المعاون انه هيدي للمتقدمين في مسابقه حصلت الحلقات اللي فاتت كده على ما اعتقد ان حد يعمل تصميم يستخدموه بعد ما الملك يموت، وكان منهم بنت إلينديل اللي شبه ايما واتسون. دي قلت لكم قبل كده مش عارف انا لوحدي اللي شايف الشبه ولا ايه، انتوا كنتوا هاتوا ايما واتسون تعمل الدور احسن بدل ما انا متلخبط كده. بيجي دورها عشان تقعد مع الملك ساعه واحده بس، الملك بيكلمها وبيقول لها ان انت ممكن تكون الملكه القادمه ومفيش وقت، وان لازم يستعيدوا المعتقدات القديمه لنومينور، لان الالهه لو غضبت عليهم فنومينور ستسقط. الملك بيفتح لها نفس الباب اللي الملكه ميريل فتحته لجلادريال قبل كده، ومن خلاله بتشوف النبوءه او الرؤيه اللي هتحصل لنومينور، بس احنا ما بنشوفش اللي ظهر لها، ولكن اكيد فهي رؤيه ظلاميه. إيلروند بيجتمع مع كليبرنبور وملك الجان. إيلروند بقى عنده امل ان هم ممكن ينقذوا نسلهم، ولكن خلاص الملك شايف ان الامر انتهى ومبقاش في وقت لاي حل، لان اوراق الشجر العظيمه بتسقط، ومع سقوط اخر ورقه فالامر هيكون انتهى، لازم الجان يمشوا من مملكتهم. ولكن كليبرنبور بيطلع بحل من المساعده اللي مين قدمها له؟ هالبراند. ايوه، قال لهم ان مش لازم يصنعوا خنجر او شيء كبير يكون فيه قوه، ممكن كده حاجه اصغر، خاتم مثلا. وبيقرروا ان اللي هيمتلك القوه دي او ايا كان اللي هيصنعوه فهو ملك الجان، وهتكون قوه من العالم الخفي، باور اون ذا فلاش على لسان كليبرنبور. ولكن كده النظره اللي كانت على جلادريال دي ضحكتني الصراحه، اللي هو عارفين اللحظه دي ات واز ذات مومنت جلادريال نوز شي فاكت اب. وبيبداوا فعلا في صناعه القوه دي، وهالبراند وجلادريال بيتكلموا، ولكن بالمعنى الحرفي كده، فهالبراند ضحك عليها بكلمتين وقال لها انه حارب معاها وهي وقفت جنبه وساعدته والفضل كله ليها، ويعني ضحك عليه. بس في نفس الوقت جلادريال كانت لسه عندها ذره شك كده ناحيته. وبنرجع بقى للراجل الغريب وقوى الظلام، احنا كل اللي عارفين انه ساحر، ولكن مين بقى احنا لسه ما نعرفش. وفكره ان سارون دي فانا ما اقتنعتش بيها ابدا، وما كنتش شايف فيها اي منطقيه يعني، بس بداوا ان هم يقنعوه ان هو مخلوق شرير. وحقيقه يا جماعه المؤثرات البصريه والنار وكل الحاجات مستخدمه في المشاهد دي شيء عظيم جدا، فعلا بقى ميزانيه المسلسل بتبان في المشاهد اللي زي كده، مشاهد بتركز في كل تفصيله انت مش هتلاقي غلطه حرفيا. ولو المسلسلات كمل بنفس المؤثرات دي مع التحسنات اللي هتحصل في القصه، فالمسلسل هيقدم لك بعد كده تجربه مختلفه ومميزه مش هتشوفها في مسلسلات كتير. نوري وصديقتها بيحاولوا ان هم ينقذوا الراجل ده، ولكن بيتصدموا انه مش هو ده، ده واحد من قوى الظلام، ولكن تشكل على هيئه الراجل الغريب. وفي لحظه ياس خلاص كانت قوى الظلام دي هتقتل نوري واصحابها، الساحر بيستيقظ وبيعرف حقيقته انه مش شرير وانه مش سارون وان هنا للمساعده، كل ده طبعا بفضل نوري. الساوند تراك اللي في الحلقه دي الصراحه من اعظم ما يكون، كل مشهد عليه ساوند تراك مناسب جدا اللي هو تحسهم كده بيكملوا بعض. بيقوم الساحر وخلاص هنسميه الساحر لاننا شبه عرفنا هو مين، بيساعد الهارفوز وبيقتل قوى الظلام في مشهد جميل، وخلاص فعلا بنشوفه على حقيقته وانه مش هيكون من ضمن الاشرار
زي ما كنا فاكرين، او على الاقل زي ما كانوا بيحاولوا يقنعوه. وموسيقى الهوبتس دي الصراحه اللي بتطلع في المشاهد بتاعتهم انا بحبها جدا. بنرجع بقى لنومنور ووصول الملكه والانديل، وبنشوف الرايات السوداء، وبكده خلاص الملك مات. وفي نفس الوقت كليبرينبور بدا ييأس ان هو مش قادر ينفذ المطلوب منه، مش قادر يصنع القوى اللي هم محتاجينها. حجر المثريل من قوته مش بيندمج مع اي حجر اقل منه. ولكن تخيل بقى الحل بيجي من مين بالظبط كده؟ هالبراند. وجالادريال نظرتها لهالبراند انها خلاص هي شاكه فيه. وكان في راجل كده جالادريال كلمته في السر في الحلقه دي وطلبت منه طلب، والراجل كده رجع لها بورقه ملفوفه مكتوب فيها كل ملوك الجنوب. جالادريال بتقراها عشان تدور على اسم هالبراند، ولكن بتكتشف ان اسمه مش موجود اصلا، وان اخر ملك للاراضي الجنوبيه كان من 1000 سنه تقريبا. كده خلاص هي عرفت ان هو مش هالبراند، وبتبدا تتكلم معاه وبتساله على هويته الحقيقيه، وان هي خلاص عرفت ان مفيش ملك للجنوب. وهنا بقى بنكتشف الحقيقه في حوار من احلى الحوارات اللي حصلت في المسلسل بين سارون وجالادريال. سارون المستيقظ من زمن قديم اتسمى باكتر من اسم، وبمجرد كده ان جالادريال حاولت تلمسه فبسحره قدر ان هو يبعتها في رحله بين الخيال والواقع. بتقابل اخوها وبترجع للزمن اللي هي اول مره شافت فيه هالبراند في البحر، وبنشوف معاناه جالادريال مع عقلها وصراعها، كل ده في مخيلتها. وبنشوف مشهد انعكاس البحر لجالادريال وهالبراند كده، وشفنا شكل سارون. لو هقول المسلسل ده ابدع وتفوق فيه، فهو تفوق في المشاهد الابداعيه، المشاهد اللي هي بسيطه وعدد ثوانيها قليل بس بتتطلب ابتكار عشان تطلعه حلو، زي مشهد انعكاس البحر ده مثلا. وفجاه جالادريال بتصحى على وش إيلروند وبتيجي بحل مقنع كده ان هي ما تقولهمش ان هالبراند هو سارون، لان هي لو قالت لهم كده ففكروا فيها، يعني هي بقالها كل ده مع هالبراند وبتساعده، لو عرفوا ان هي كل ده كانت بتساعد سارون فما اعتقدش ان هي هتبقى مرحب بيها خالص وسط الجان. بس بتطلب منهم في حل ذكي الصراحه ان هم بدل ما يصنعوا خاتم واحد يصنعوا ثلاثه، ثلاث خواتم يكملوا بعض، محدش يقدر يستحوذ على القوه كامله الا لما يكون معاه الخواتم كلها، بحيث يحصل توازن للقوه. بنرجع بقى للهارفودز والسحر، وهنا بقى في كلام مهم. عشان تبني علاقه بين اتنين الناس تتعلق بيها وفعلا تكون علاقه قويه، لازم هتحتاج وقت عشان تبني العلاقه، يعني اكيد لازم يقضوا وقت كتير مع بعض، يمروا بتجارب مختلفه عشان فعلا تكون علاقه ناجحه. وهو ده اللي سبب ملل في الحلقات اللي فاتت، الجزء ده من الحلقات كان دايما بيبقى احداثه بطيئه جدا، ده بسبب ان هما بيحاولوا يبنوا علاقه تتاثر بيها. يعني انا ما اتاثرتش باي مشهد للهارفودز الا مشهد اللي حصل في الحلقه النهارده، من كل مشاهدهم فهو مشهد واحد اللي انا اتاثرت بيه فعلا. وبنشوف نوري بتودع عيلتها في مشهد ختام، يعني عجبني بصراحه، كان بيتم البناء ليه من اول حلقه. ايوه بلغوا فعلا، وكان ممل في بعض الحلقات، بس مشهد النهايه كان حلو ان هي هتسيبهم وتنضم لرحله الراجل الغريب ده، خصوصا كمان ان احنا عارفين عن الهوبتس من افلام لورد اوف ذا رينجز وهوبتس ان هما دايما كده في منهم بيحب المغامرات، ودايما الحياه بتجره لتجارب ومغامرات هو ما يتوقعهاش. فاعتقد ده اللي هيحصل مع نوري، فهو فعلا لو ركزت في حاجات مشتركه بين الافلام والمسلسل هتستمتع بيه. الراجل الغريب بيعرف ان اسمه استاري، وايوه هو واحد من الخمسه السحره اللي احنا اتكلمنا عليهم، جاندالف وسارومان وراداكاست واتنين تانيين، ولكن هما مش مهمين دلوقتي. بس اعتقد ان هو جاندالف، وايوه جاندالف يعني هو اخر ساحر نزل من الخمس سحره دول، تقريبا اول واحد نزل الارض كان راداكاست ذا براون. ولكن هنا المسلسل يعني زي ما اقول لك كده ايه، مش بيهتم بالحقبه الزمنيه اللي بيحصل فيها الحدث، هو بيحاول يضغط لك حاجات كتير تحصل في فتره واحده عشان يبقى في احداث كتير في المسلسل. وهو برده ماهوش حقوق العالم كامله، فهو ما عندوش الحريه الكامله، يعني معاه حقوق كده الملحقات سيد الخواتم تقريبا 22 صفحه او حاجه كده، ولكن يعني هما تقريبا ممكن يشتروا اكتر في الموسم الثاني. المهم بقى بنوصل لواحده من احلى مشاهد المسلسل، وهي لحظه صنع خواتم القوه. من ناحيه الصوره اللي انت هتشوفها بعينك فيها صوره بصريه متكامله ما فيهاش غلطه، وبيتم صنعهم، وبنشوف اول ظهور للثلاث خواتم المعروفين بالاسماء دي، نينيا وناريا وفيليا. ولو في نطق غلط فعدوها لي، يعني هي الاسماء في عالم تولكن عامه صعبه. المفروض الثلاث خواتم دي في المستقبل هيتوزعوا على ثلاث اشخاص، واحد هيروح لإيلروند وملك الجان، واحد هيروح لجالادريال، وواحد هيروح لجاندلف. كده بعد سبع حلقات في اول ظهور لعنوان المسلسل رينجز اوف باور ظهر في الحلقه الاخيره. هي متاخره شويه بس مقبوله، لان بناء العالم فعلا بيحتاج وقت، بس هم صراحه بلغوا شويه. ولكن بقى في النهايه بنشوف رسميا ظهور سارون ونظرته لجبل موردور، هالبراند بنظره شر وظلام، وبينتهي الموسم الاول من لورد اوف ذا رينجز اوف باور. الاغنيه اللي ظهرت في الاخر دي لو انت ما خدتش بالك منها فهي مهمه، بتحكي عن معلومات سريعه كده، بتقول لك ايه هي خواتم القوه، ثلاثه للجان، سبعه للاقزام، وتسعه للبشر، وواحد لسيد الظلام في جبل موردور، وكل دول خاتم واحد فقط يوحدهم ويقدر يسيطر عليهم كلهم. في نهايه المسلسل حابب بس اقول ان المسلسل لم يفشل، المسلسل حقق نسب مشاهدات تاريخيه في منصه امازون على فكره، وفي نفس الوقت المسلسل ما نجحش برضه، ما اقدرش اقول ان هو كان عظيم بقى وكده، لا هو كان فيه فعلا مشاهد غريبه وحاجات يعني مربكه كده وانت بتتفرج، وممثلين وصلوا لدرجه الاداء السيء، كان في تشتت كتير في المسلسل، ولكن القصه نفسها الصراحه انا كنت شايف ان هي ممتعه. يمكن طريقتهم في الستوري تيلينج بتاعت المسلسل ما كانتش احسن حاجه، وده اللي خلى ناس كتير بعد 3 4 حلقات فعلا يسيبوا المسلسل ويوقفوا المشاهده، بس اعتقد ده هيتغير في الموسم الثاني وهيعالجوا اخطاء كتير حصلت في الموسم ده. بس بالنسبه لي كوني واحد بعشق عالم تولكن فانا كنت مستني اشوف العالم ده من جديد. وعايزين يا جماعه نعمل هاشتاج عوده بيتر جاكسون للموسم الثاني، صراحه لو رجع هيكون اضافه قويه جدا يعني، لان انا شايفه اكتر حد مناسب للعالم ده وافلام لورد اوف ذا رينجز.
المشهد. في الاخر كده اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بمراجعتي للمسلسل ولكل حلقاته. عن نفسي انا استمتعت الصراحه بالكومنتات الحلوه والكومنتات اللي كانت بتنتقدني برضو عادي يعني. كده كده هنا في حريه راي يا جماعه، عايز تقول رايك قوله في الكومنتات، قول اللي انت عايزه، ما عنديش مشكله مع اي حد يقول رايه خالص بس يكون باحترام. وطبعا انا لازم اعرف رايك في المسلسل ورايك في احسن حلقه، وهل انت شايف المسلسل نجح ولا لا. استني رايك تحت في الكومنتات، وبس كده اعمل لايك للفيديو عشان ده فعلا بيفرق جدا. لو دي اول مره تشوفني اشترك في القناه، دوس على الجرس اللي جنبه ده كده عشان الفيديو يوصلك اول ما ينزل، لان فعلا الحاجات دي بتفرق. وانا على اسماعيل نونز موفي اصلر، اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.